كنا خويا واقفين كنسمع واحد السيده غودت كتغوش المهم ماتت قتل اخويا. طلعنا اخويا هنا ما نكذبش ما قدرناش نطلعوا راك عارف مع الجريمه تما القتل وكشي راه ما تقدرش تقرب حتى شي حاجه تفهمش. اخويا كل شيء يقول لك يقول لك اللي كيقتل لك راه قبل 200 درهم ماشي كيقول لك الورش راك عارف ما كطيح البقره كيكثروا الجناوه كتعرف الهضره ما كتجي. اخويا شنقول لك هاد الكوارث اخويا راه ولات بزاف راه دابا شي يومين ثاني وقعت واحده في حيفا راه هاي وقعت ثاني كارثه هنا وعندنا اخويا شحنا حتى الاسعافات اخويا راه ما كاينينش. السيده صاحبي كتقدر الامكانيات قدروا عتقوها واش فهمتي؟ فاش ما طلعنا لقينا كتخرخر عينها نص ساعه وهي السيده مغرقه في الدم واش فهمتي؟ يعني امكاننا نعتقوها نص ساعه حنا كنتسنى الامبيلونس والو ما جاوش ساعه الا ربعه جات البوليس جاو مشاو الدراري مشاو عندها عيطنا والو وقريبه لينا مشاو الدراري جابوها عاد جاو هزوا المراه والبوليس سداس ربع ساعه جاو واش فهمتي؟ مشيت الساعه بحال هكاك ساعه ديال الامن ما عرفناش اش خويا الشيء فين غيوصل دابا لك اخويا هو كيقول مرت باه فهمتي؟ هي مرت باه فهمتي ربيبه كيقولوا خويا ما وصيت حتى والله عمر هضر عمرنا شفنا شي عيب زعما كاين درويش كيجي وكيوقف زعما كاين هذا الدار فهمتي السيكشا وحدنا هنا كيكمل ما كيدو ما حد دري درويش او شي حاجه اخرى خويا ما عرفتش شنو داير راك شي راه بيناتهم ولا عارفين شنو كاين دابا فهمتي راك عارف مشاكل عائليه اخويا راه كتبقى عمر خويا هادشي اللي وقع هنا اخويا هادشي راه بزاف ما بقيناش كن الضرب اخويا هادشي راه ولا كيخلع صراحه البارح سمعنا في حي فرح عاوتاني دريه محروقه مليوحه في بركاسه عاوتاني في حي مولاي رشيد الصباح عاوتاني شفت واحد الفيديو مضروب في وجهه خويا كيبان لي ان الامن ما كاينش في البلاد اخويا هادشي راه بزاف والله خويا هادشي بزاف وهاد السيد هذا اللي وقعت فيه الجريمه السيد هذا بالك راه درويش كنعرفوا والله عمرها دار اخويا داكشي المشاكل العائليه ما نقدروش حنا ندخلوا نعرفوا شنو واقع بيناتهم داكشي اللي كيما تيقولوا الغيب وحجته معاه اخويا خويا مع ديك الوحده الله رو بحال هكاك وقعت الجريمه السيده هبطات كتجري عند الناس هنا قالت لي امراه قتل امي الناس ما قدروش يطلعوا بقينا كنتسناو في لومبيلون شي ساعه الله رو حنا كنتسناو فيهم خويا راه اش نقول لك هادشي راه بزاف اخويا السيده راه قال لك كان بامكانها تعيش حيت بقات كتخرخر في دمها بقات كتخر ملي جاو لومبيلون شافوها قالوا لها زيدوا عتقوها حتى باقا ساعه داوا سير السبيطار مات الله يرحمها مسكين اخويا هادشي ديما اخويا شي لومبيلون الدراري راه مشاو لها للمقر ديالها باش عيطوا عليها باش جابوها فهمتيني ها هي راه غير تقريبا راه ما كاملهاش حتى كيلومتر هما حدا الشهداء مشاو لهم الدراري بالطوموبيل باش جابهم هادشي اخويا راه بزاف هادشي اخويا ما عرفتش كيسحابنا واش كنتفلاو عليهم واش نعيطوا عليهم واش كنتفلاو عليهم ما عرفتش اخويا لومبيلونس ما فهمتش علاش كيتاخروا ديما ماشي غير بزاف ديال الجرائم كيتاخروا اخويا ماشي شي حاجه يكون جاو دغيا الخدمه ما كايناش اخويا اول حاجه البطاله اول حاجه البطاله الخدمه ما كايناش لا نمشي نوض على الصباح ما عندوش حتى 10 درهم ديال القهوه باش يتقهوى خويا كيف بغيت هاد الناس يعيشوا اخويا الخدمه ما كايناش اش نقول لك اخويا واش الدوله شاية كتساعد فهمتي باغا هادشي يزيد قدام بحال هكا علاش؟ حيت مدخل هادشي دخل الفنانين مدخل الحشيش في الشعب فهمتي يبقى ديما ساكت حتى حد ما يدوي واش فهمتيني؟ هادشي اخويا راه بزاف راه الشعب الشباب كيضيع والله الا الشباب كيضيع حنا راه محمد السادس كنبغيوه وكنحبوه هذاك الشيء اللي كاين العاشر الملوك ولكن راه مسؤولين اخويا راه ما خداميش ما خداميش مسؤولين اخويا والو الشفاره يا دايره بهم اللي مخسرين البلاد كامل العاشر الملوك الشيء اللي طرا في الدرب هادشي راه حاله راه ما كيبغيها الا الله راه عبدو اخويا راه وليتي كتسمع شي حوايج ما تيعجبوش راك عارف خويا راه بنادم كيفيق الصباح حتى كتسمع جريمه اش كاين واحد فهمتي راك عارف انت المشاكل العائليه بين بنادم الاسباب والفانيد بزاف اللعيبات فانيد وحشيش راه مسكتينا به خويا اش كنقول لك فهمتي بنادم هو وعائلته طرا مشكل طاح الفاس على الراس كما تيقولوا هادشي اللي كاين ناط طرا مشكل بينه وبينها غلط هو هادشي اللي عطا الله اخويا وراه هادشي راه كثير اخويا راه المشاكل هادشي راه سبابهم راه كما قلت يا الامن ما كاينش الخدمه ما كاينه بزاف د العيبات اخويا واش غنقول لك هاد المشكل هذا ما فهمتي حتى واحد ما كان متوقع حتى الدري اخويا اللي طار لي المشكل فهمتي ماشي شي دري اللي تقول شي واحد خايب ولا شي واحد اللي موالف بالمشاكل داخل سوق راسو ترونكيل ما كاينه حتى حاجه ما تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد